بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشاهدونا. يوم جديد وفيديو جديد ويومكم معطر بذكر الله. وقبل ما نبدأ في الفيديو ياريت نصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة حرفيا هنعمل وصفة مفيدة للبشرة، تفتيح، تنعيم، إزالة التصبغات، كمان انتعاشة كده للبشرة، يعني حدث والأخرج من مكون كلنا بنرميه في الزبالة، مكون موجود في كل بيت من أرخص ما يكون، بنستخدمه في حاجات كتيرة جدا. ممكن نستخدمه لإزالة سوري زفارة الأطعمة، ممكن نستخدمه كبديل للفانيليا، ممكن نستخدمه كمعطر للبيت أو للمنزل بتاعنا، ممكن نستخدمه كريم، ممكن نستخدمه سيرم، ممكن نستخدمه زيت، ممكن نستخدمه كمان مقشر. يعني المكون بتاعنا ليه فوائد عظيمة، عشان ما نرغيش كتير يلا على المكون بتاعنا، وهو قشر البرتقال والاستفندي، من اكتر الحاجات اللي بتجيب نتيجة في تجاعيد البشرة، نضارة البشرة، فيتامين سي للبشرة، وده اهم حاجة. طبعا كلنا عارفين ان عشان نجيب اي برودكت غالي هيكون سعره واو. نبدأ في الوصفة وهنتكلم مع بعض واحنا شغالين. اهم خطوة معايا انا لازم اجيب لكم الحاجة بالتفاصيل. هنا انا معايا مية من الفلتر، ولازم تكون مية من الفلتر. اشتري ازازة مية معدنية، لو ما عندكيش فلتر معلش واغسلي القشر بيه. تمام، هغسل القشر بتاعي ده كويس، لان طبعا في اسمدة على القشر، وفي طبعا اتربة، وبيبقى طبعا طينة، ويب معلقة بيكربونات الصوديوم كده واغسلي. طبعا انا حبيت اوريكم المعلومة دي عشان الناس اللي بتشتكي من دايما عندها ألم في معدتها وفيروسات في معدتها، لأن للأسف أغلبيتنا، وأنا كنت زيكم مش هقول انتوا بس، ما بنغسلش البرتقال قبل ما بنستخدمه. في ناس بتجيب البرتقال من الكيس وتقشره، ويبقى الكيس ويبقى البرتقانية كلها طينة، كلها تراب، وتتقشرها طبعا ايدك بهدلة البرتقانية من جوه، وطبعا بقى فيه ميكروبات وجراثيم تنشط جوه المعدة. انا طبعا بغسله كويس جدا، وبصفي المية من البيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم يا جماعة غير الصودا ايش، غير الزهرة البيضاء. بيكربونات الصوديوم اللي بنستخدمها في الطعام، لان دي ممكن نقدر نستخدمها على بشرتنا. كده انا اول خطوة معايا زي ما انتوا شايفين كده غسلته كويس جدا، وكمان شطفته من بيكربونات الصوديوم. وهنا بقى في خطوتين، انا هعمل التونر للبشرة، هستخدمه زي ما هو كده بالمية عادي، لكن في مرحلة الزيت هاخده وهجففه كويس جدا عشان ابدأ اشتغل بيه. طبعا انا هنا حضرت القشر اللي هبتدي اشتغل بيه للزيت، زي ما انتوا شايفين كده بحاول اقطعه قطع صغيرة. وفي نفس الوقت لو عندي فوطة انا بستخدمها، المطبخ نظيفة ومعقمة، ببتدي انشف بيها القشر ده كويس جدا. وبعد كده بحطه في مكان لازم يكون فيه تهوية، عشان او معرض للشمس بس مش مباشر، عشان خاطر يبقى ما فيهوش اي رطوبة، عشان بعد كده لما استخدمه في الزيت بتاعي ما يعملش اي تعفن. ودي طبعا خطوة مهمة جدا. ما عندكيش، ممكن لو عندك ورق كلينكس عادي، بحاول ما احطش القشرة على بعضه، وحاول اجيب مناديل وابتدي بالطبطبة كده انشف القشر ده كويس جدا. وطبعا انا عملت الخطوة دي، بس انا بحاول اشرح حلقه عشان لما اعمل وصفة سواء من عندي او من قناتي لازم اخد
كل التفاصيل، ما تفرجش كده على اول الفيديو اجري واسيب باقي الوصفة وممكن حاجة تقع مني وبالتالي ابوظ الوصفة بتاعتي وفي الاخر ما استفادش منها وتبوظ وتترمي ويبقى القناة اللي غلط ويبقى انتي حضرتك ما اتفرجتيش على الوصفة كاملة. طبعا عذرا عشان صوتي بس عشان البرد كده. بقى نخش في السيرم بتاعنا، وده اول حاجة هنعملها مع بعض. سيرم سهل وبسيط جدا، مش هحتاج غير حوالي معلقة اتنين، حوالي 3 معالق كده او معلقتين من قشر البرتقال او الاستفندي او الاتنين مع بعض، مفيش مشكلة. الاتنين فيهم الزيوت العطرية اللي انا محتاجاها، الزيوت الطيارة فيهم فيتامين سي اللي احصل عليه يديني نضارة كده للبشرة وازالة تصبغات وعلاج هالات سودة. يعني حدث ولا حرج، سيرم بسيط جدا لكن فوائده عظيمة جدا. لكن احاول ان انا ما حضرش منه كمية كبيرة، لان انا طبعا مش حاطة فيه مانع تعفن او مانع تزرنخ، وبالتالي بعمله اول باول، مش هياخد مني 5 دقايق. انا هنا بحضر مية سخنة وبستنى تهدى شوية، وبعد كده بنزل بالمية السخنة بعد ما بردت شوية. يعني ما حطهاش مش اول ما تنزل من النار، لا استنى 2 3 دقايق وبعد كده زي ما انتوا شايفين انزل بالمية على القشر بتاعي، واجيب كده طبق واغطيه او مع بلاست او باستريتش رول واغطيه، بس لازم تكون حاجة محكمة عشان الزيوت الطيارة اللي في قشر البرتقال انا محتاجاها عشان استفاد بيها على بشرتي. هغطيه كده كويس، وبعد كده هسيبه بقى منقوع حوالي ساعتين مش اكتر، عشان طبعا زي ما انا قلت لكم احنا ما بنعملش كمية كبيرة عشان الوصفة بتاعتنا لا فيها مانع تعفن. يلا بينا بقى نخش على وصفتنا التانية. وهنا انا معايا حوالي كده كوباية من قشر البرتقال والاستفندي، وزي ما قلت لكم كده بالمناديل. انا حبيت اوريكم برضو الخطوة دي قدامكم، يعني الكمية الاولانية دي انا هنشفها هستخدمها بعدين. وبعد كده هحاول اجيب سكينة، اجيب مقص، او ممكن افرمه في الكبة. يعني طبعا كل واحد على حسب المتاح عنده. هبتدي اقطع كده قشر البرتقال لقطع صغيرة كده او اقصها بالمقص. انا هنا بحاول اعمل الخطوة دي عشان ما تاخدش وقت معايا، زي ما بوريكو كده بنقصها قطع صغيرة جدا. ممكن نضربه في الكبة او نفرمه في الكبة، يعني على قد ما تقدري صغري قشور البرتقال عشان ما تشربش منك زيت. بس هي كده كده لما هتنشف مش هتشرب مني الزيت، كل الزيوت الطيارة هتنطروا فيها. طبعا الزيت ده انا بستخدمه استخدامات عديدة، ممكن استخدمه في صناعة البرفانات، ممكن استخدمه في صناعة العطور، ممكن استخدمه كمان في صناعة المعطرات، سوري مش العطور، المعطرات. يعني استخدمه في بيرفون شخصي ليا، استخدمه في معطر للبيت، استخدمه في المخمرية. وعشان بقى مطولش عليكم هكمل انا قص بقية قشور البرتقال وهرجع لكم تاني ونشوف هنعمل ايه مع بعض. وهنا انا خلصت وحطيت كده القشر بتاعي في اي حاجة بقى انت بتستخدميها، بس انا بنصح تكون حاجة استلس عشان خاطر الزيت بتاعي ما يفسدش. هنا انا حطيت حوالي كوباية من زيت جوز الهند، وانا اخترت زيت جوز الهند لانه طبعا انا هنا مسخناه. يعني طبعا انتوا كلكم عارفين لو زيت جوز الهند اصلي فبالتالي هيكون متجمد، فبالتالي انا الزيت كده كده اوريدي مسخناه، فهيبتدي يديني نتيجة اللي انا عايزاه. وكده زي ما انتوا شايفين الزيت بعد ما خلص، يبقى انا حطيت عليه زيت جوز الهند سخن
وخدته رفعته على نار هادية جدا على البوتاجاز، فبالتالي مش هيقعد وقت طويل، وطبعا ببقى موطية عليه النار هادي جدا عشان الزيوت الطيارة بتاعتي ما تطرش، وكمان مغطية. بس هنا طبعا انا هبتدي بقى اكشفه. هنا في كمان خطوة كده، انا خدت حوالي كوباية من زيت الزيتون عشان زيت جوز الهند بيتجمد، فبالتالي قشر زيت البرتقال بتاعي ما يتجمدش، ويبقى معايا كده زي السيرم. لما احب بقى اضيفه المخمرية، احب اضيف منه المعطر، احب اضيف منه البارفان انا بصنعه لنفسي، احب ادهن منه على بشرتي، فبالتالي يبقى عندي زيت مش مجمد، فبالتالي اقدر استخدم كل الفوائد بتاعتي. نيجي هنا وكده بقى، ده شكل الزيت بتاعي لما هدي وبرد وخلاص. انا اقدر بقى ان انا اجيب بقى ازازة بتاعتي، انا هنا هحطه ببطرمان عشان يبقى الكمية عندي ما شاء الله كبيرة، فمش هقدر احطه في ازازة، يعني ما عنديش زجاجة نفس الحجم، فهحطه ببطرمان. طبعا انا رشاه بكحول ومعقماه، وهصفي كده قشر البرتقال. وطبعا قشر البرتقال اللي شارب الزيت ده اوعي ترميه، ده كمان هنعمل منه سكروب للبشره، هنستفاد بكل حاجه. هنعمل سكروب بقى لعلاج تشققات الرجلين، هنعمل سكروب بقى للمناطق الغامقه في الجسم، سواء المناطق الحساسه، سواء الكوع، سواء الركب، سواء اي حته يا ستي في ايدك في جسمك مقشفه، يلا بينا نشتغل عليها. شوفوا بقى، من مكون كنا بنرميه في الزبالة عملت منه كام وصفة. وهنا كمان انا معايا كبسولتين فيتامين دي 1000 عشان خاطر الكمية دي ما شاء الله كمية كبيرة، فطبعا هفضي اول كبسولة، ابتدي كده انزل كل اللي فيها، ما بخليش اي حاجة خالص، وابتدي انزل الكمية التانية. وكده ابقى انا عملت زيت البرتقال لتفتيح ونضارة البشرة وفيتامين سي، وكمان عملت معايا سيرم فيتامين سي، مكون بسيط وسهل لا غنى عنه في كل بيت، حاجة بسيطة جدا كنا بنرميها في الزبالة. وكده انا هبتدي كمان اعمل معاكم السيرم، هصفيه كمان قدامكم، لان انا كنت عاملة ازازة تانية زي ما انتم يمكن تكونوا خدت بالكم في اول الفيديو انا حطاها، بس قلت برضو لازم حتى كمان الخطوة دي اعملها معاكم. كده انا جبت قمة وجبت ازازة طبعا معقماها لازم بالكحول قبل ما استخدمها، عشان دي حاجات بتتحط على البشرة فلازم تكون معقمة كويس جدا، عشان بدل ما اعالج البشرة واستفاد من الوصفات الطبيعية اللي انا بعملها اضر البشرة، وممكن لو الحاجة بتاعتي مش نظيفة او مش معقمة ممكن يحصل ان تطلع حبوب في البشرة، وطبعا الناس بتفتكر اني من الوصفة، لكن لا للأسف انت بيطلع من ان انت مش معقمة الحاجة اللي بتستخدميها كويس، لازم النظافة. طبعا هنا انا جربت لكم السيرم على ايديا، وطبعا ادي كده شكل السيرم فيتامين سي لما خلص. ممكن لو حابة تعلي من الكواليتي بتاعه من الجودة بتاعه، انا عن نفسي بستخدمه كده. طريقة استخدامه ازاي؟ ارش على وشي مرة الصبح ومرة بالليل. عايزة اعلي من الجودة بتاعته احط معاه معلقة جل صبار. وادي كده انا عملت زيت البرتقال وسيرم البرتقال حصريا، ويمكن لاول مرة على اليوتيوب بالطريقة بتاعتي دي. ان شاء الله الفكرة تعجبكم، تفتيح، نضارة، نعومة، ازالة هالات، ازالة تصبغات، يعني
زيت البرتقال من اكتر الحاجات، طبعا فيتامين سي رائع 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 للبشرة، بس طبعا استخدمه بنسب قليلة جدا جدا جدا. ممكن اخد معلقة من زيت البرتقال على السيرم اللي انا عاملاه دوت، ويبقى سيرم خفيف للناس اصحاب البشرة الدهنية وكده. ده سيرم فيتامين سي مع زيت فيتامين سي اللي هو زيت قشور البرتقال، مكون كنا بنرميه في الزبالة، عملنا منه 3 4 وصفات. وطبعا انا عشان ما يبقاش الفيديو طويل قوي عليكم، هعمل لكم كمان مقشر البرتقال بطريقة يعني سهلة بسيطة، ازالة برضو الاماكن الغامقة، تشققات كعب الرجلين، هنستخدمه في جميع مناطق الجسم لانه بفيتامين سي. مقشر كمان هنعمله طبيعي، لكن احنا دلوقتي مع السيرم ومع الزيت. جددي شبابك مع رشا، مع رشا انتي احلى. اسرار الجمال الطبيعي مع رشا. اتمنى كل واحد يلاقي الوصفة المناسبة لبشرته. ما تستخدميش اي وصفة وخلاص، سواء من عندي او من اي قناة تانية، كل واحد ياخد الوصفة المناسبة ليه. جددي شبابك مع رشا، مع رشا انتي احلى، وسلام وليس ختام. واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. جددي شبابك مع رشا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.